ده يخليكي يعني تقلقي على مستقبلك؟ يعني انتي اصلا مطربة وعاملة مزاد علني. انا مش قلقانه خالص ومستنيه وعارفه ان في يوم هتيجي الاغنيه اللي توصل ترند وتوصل لقلب الناس وانا موجوده في وسط العالم ده. هو ايه علاقة الترند بالفن دلوقتي؟ عشان دلوقتي كل حاجه بقت سوشيال ميديا. انت بقيت تتفرج على التلفزيون، لا احنا كلنا دلوقتي انت عايز تسمع اغنيه جديده، عايز تسمع مسلسل جديد، فيلم جديد، بتخش على اليوتيوب او على جوجل او على اي منصة. ابلكيشن، فاهم، وتتفرج، لكن مش تستنى على التلفزيون وشويه اعلانات وكله ماسك التليفون دلوقتي. فالسوشيال ميديا بقت اهم حاجه دلوقتي، بقت اهم من التلفزيون نفسه. هرجع لورا شوية، احكي لي قصتك بقى من البداية، ازاي دخلت الوسط الفني، ازاي بقيتي مطربة، الحاجات دي يعني. بص يا محمد، انا بغني من وانا صغيره، غنيت وانا في ابتدائي وانا في اعدادي وانا في ثانوي وانا في كليه. انا ليسانس حقوق وكنت بغني في فريق الكليه بتاعتي وخدت جوائز على مستوى الجمهوريه. وبعدين انا كنت واخداها هوايه، انا لغايه دلوقتي هي هوايه بالنسبه لي. يعني انا ما بشتغلش لايف، مع ان انا عايزه الناس بس تعرفني وتعرف ايه عندي، فاهم قصدي؟ لسه مش انا مش هشتغل لايف ومش هبدأ اشتغل لايف الا لما ابقى ترند. عايشه حياتي يا ناس فرفوشه، معرفش التكشير، عمري ما بزعل ولا بتنرفز، انا بضحك بضمير، ما انا مش رابطه حياتي براجل يتحكم في. انا ماشي على وصيه الاستاذ الكبير نصر محروس، قال لي يا سمر ما تتعبيش وما تتزهقيش، لان الناس اذواقها مختلفه، كل شويه ذوق جديد. انت لو دخلت على اليوتيوب وشفت الاغاني اللي انا عاملاها، مفيش اغنيه واحده فيهم انا بندم اني عملتها، كلهم بجد بيقدموا حاجه.